قاعد معاك بس انت بالحقيقة مش معي، محدش عارفيك ولا فهمك، مشغول بالضج اللي جويتك، تعبان، مخنوق، موجوع من كتر الجروح اللي عم تزف جويتك، يأسان وشاعر بالوحدة الغريبة. قديش في ناس حولنا محتاجة لشفاء، محتاجة بس انها تنحب وتكون مقبولة، محتاجة ان تثق بشخص وتشارك اللي بقلبه. بسفر الأمثال بيقول: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، لكل مشكلة قد ما كانت كبيرة عنده رح تلاقي الحل، المفتاح بإيدك، افتح له قلبك وبلحظة بس رح تدرك عمق محبته لإلك، رح تلاقيه مهتم بأصغر وأكبر أمور حياتك، رح يفهمك ويحس فيك. مكتوب عنه: الذي يفدي من حفرة حياتك، معه اختبرتني هو أعظم صديق، هو الوحيد بيقدر يحول كل موت لحياة. في ترنيم بتقول: سر حياتنا ده هو يسوع.